تعالوا بقى مع بعض نشوف السمبوسك النهارده عاملينها بطريقه الحشوه بتاعتها هتعجبكم جدا. ممكن نعملها كمان من البواقي، يعني لو عندنا نص كيلو سجق ربع كيلو سجق مش هيقضي حاجه، لا هنعمل بيه سمبوسك وهنحط له كذا حاجه كده فهيدينا طعم حلو قوي. بصوا هنجيب كده كاتنج بورد. بصوا انا هعمل خطوه ان انا اقطع السجق الاول قبل ما اسويه عشان بس وقت الحلقه، لكن انا في البيت بصراحه هسوي السجق الاول بعدين اقطعه، تمام؟ عشان بحبه كده ما يبقاش مفتفت قوي. هيبقى معانا سجق، معانا جبنه فلامانك وجبنه تشيدر احمر جبنه تشيدر اصفر وجبنه مطبوخه كوبايات. انواع الجبن دي كلها اختياريه، بس الماكس ده بيبقى لطيف جدا مع بعض. على الاقل نعمل تو ماكس اللي هو الجبنه المطبوخه مع اي نوع من الجبنه التشيدر او الفلامانك. معانا كمان فلفل الوان وشرايح سمبوسك. هجيب كده السجق واقطعه كده حلقات بالطريقه دي. هو ده اللي بتكلم فيه، انه هو ني هيتفتت اكتر، ماشي؟ فهيبقى لما يستوي هيبقى مدي شكل شويه اللحمه المفرومه، بس طبعا الطعم مختلف. لكن لما بيكون مستوي وبنقطعه شرايح بيبقى مختلف، هنحس بالقطمه بتاعته واحنا بنندغ، يعني بنقطم السمبوسك هنحس ان ايه، ان لا السجق زي ما هو كده، هو بس متقطع شرايح، تمام؟ اهو كده. بس افتح النار. بالطريقة دي نحط بقى معلقة من الزيت ونقوم حاطين السجق. طيب هنحط هنا الجبنة الشيدر الأحمر والأصفر خلاص، وهحط بلح الشمع على الشاشه يا دينا لو عايزه تعرفي مقاديره النهارده عقبال ما تتفرجي على الحلقه بكره. الجبن دي اهو، مش هحط بقى ولا ملح ولا فلفل ولا توابل ولا حاجه، لان السجق اصلا مليان توابل كتير فمش محتاجين ان احنا نحط بهارات. معانا علا. طيب السجق اهو ابتدى ان هو يستوي. طبعا انا حاطه هنا فلفل الوان، لو انتوا حابين بقى تحطوا مشروم تحطوا ذره تغيروا الميكس اللي انا عاملاه ده براحتكم، بس عايزه اقول لكم الفلفل بيخليه لطيف جدا جدا جدا. الاحمر والاصفر بيسكروا والاخضر بيديله طعم حلو جدا، فالميكس ده هيعجبكم قوي بصراحه. طيب دلوقتي هنشوح السجق اهو كده خلاص، تمام؟ هبتدي بقى احطه كده على الجبنه. هنقلب كده كويس قوي اهو. بصوا الجبنه طبعا سجق سخن جدا هو والفلفل الالوان، شرايح السمبوسك. اهم حاجه ان احنا لما نيجي نختار شرايح السمبوسك بجد نختار حاجه تبقى طازه وطريه ومش ناشفه، عشان لو السمبوسك ما كانتش طازه هتشقق كده مننا وممكن تفرول وممكن تتفك مننا في الزيت لو احنا بنقليها. ميزه بقى الفرن ان ايه، بالذات الناس البدائيين شويه في المطبخ يعني لسه بيبتدوا جديد، انها مش هتفك منهم ولا اي حاجه. رمضان خلاص خلص بسرعه. طيب اهو بنبتدي نحشي السمبوسك. المفروض هنا كان يبقى فيه كمان نشا وميه او دقيق وميه، بس ايه هما ما جابوليش. ممكن نعملها كده وهي كمان ان شاء الله مش هتفك عشان في الفرن.